تركيب راوتر جهاز انترنت للمنازل يستخدم الانترنت في الحرام. أيها المبارك، أشكر لك غيرتك وحرصك وتحريك، لكن يا بني هذه آلة محايدة، وسيلة محايدة. نحن الآن لولا عندنا انترنت في المسجد ما استطعنا أن نصل إليك، ولا استطعت أن تسمعنا، ولا أن نسمعك قولنا. أسمعناك قولنا وبلغناك رسالات ربنا ووصلنا إليك قولا من خلال الراوتر ومن خلال الانترنت. فهذه وسيلة محايدة، بارك الله فيك، كل نفس بما كسبت رهينة. لكن طبعا ما نمش يعني إذا تمحض العمل للفساد، أقول لك ما تعملش الراوتر ده في خمارة. هذه مؤسسة تمحضت للفساد، ولا في صالة قمار فساد محض، ولا في ملهى ليلي فساد محض. لكن في مؤسسات، في مدارس، في مستشفيات، في جامعات، هذه وسيلة محايدة تستخدم في الحلال وفي الحرام. فأرجو أن لا بأس في هذا ولا حرج، يا رعاك الله، بارك الله فيك.